مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لكل من التحق بنا اللحظة. نتحدث الآن عن تشغيل في الجزائر البرامج والآليات، واقع عالم التشغيل في الجزائر. سنناقشه مع ضيفتي هنا في الاستوديو السيدة ياسمين حاج أحمد، مسؤولة الإعلام بوكالة التشغيل أمبلواتيك. مرحبا بك سيدة المحترمة. بك وهلا، شكرا على الاستضافة. العفو. إذن ننطلق من النقطة الأولى، واقع التشغيل هنا في الجزائر. واقع التشغيل هنا في الجزائر، حسب الحوصلة التي قمنا بها هذه السنة حول أرقام 2021 المتعلقة بعروض العمل التي بثت على emploitique.com، فكان هناك ارتفاع بنسبة 29% في نسبة عروض العمل مقارنة ب 2020، وإن كان تراجع كبير في عدد عروض العمل في الموقع تاعنا، حيث تراجع ما بين فترة جانفي وجوان 2020 بنسبة 70%. فهناك حيوية جديدة في مجال الشغل هذه السنة. في نظركم إلى ماذا يرجع هذا الارتفاع أو الإقبال الكبير إلى عالم الشغل؟ الارتفاع هذا لعروض العمل هو راجع أولا إلى تأقلم المؤسسات مع جائحة كورونا. ففي 2020 كان عام الصدمة إن استطعنا القول، فكان من الصعب للمؤسسات أنهم يعني يشوفوا المدى البعيد حول توظيفات تاعهم. ف 2021 كانت لهم الفرصة أنهم يتأقلموا مع هذه الجائحة، وأنهم يضبطوا النشاط تاعهم، ويقدروا يعرفوا يعني لي بريفيزيون تاعهم تاع التوظيف. وانتم كوكاله وطنيه للتشغيل، كيف تماشيتم ان صح التعبير مع مخرجات جائحه كورونا؟ يعني احنا ما ناش وكاله وطنيه، احنا وكاله خاصه للتشغيل، موقع توظيف يعني. عندنا الاعتماد من وزاره التشغيل، وعندنا شراكه مع الوكاله الوطنيه للتشغيل مع الانام. كيفاش تاقلمنا؟ احنا يعني سينا كيفاش نرافقوا هذه المؤسسات في التوظيفات تاعهم، فقدمنا تسهيلات كبيره للمؤسسات اللي حاولت توظف من خلال بث عروض العمل مجانا، من خلال تطويل مدة عرض العمل. قمنا كذلك بدراسة عام نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، دراسة لآفاق التوظيف في الجزائر في السداسي الأول وفي السداسي الثاني، وكان ذلك مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة مع لاكاسي، وين حاولنا أنه نعرفوا يعني كيفاش المؤسسات تأقلمت مع هذه الجائحة، ما كانت آثار جائحة كورونا على المؤسسات، وكيفاش راهم يشوفوا الآفاق تاعهم تاع التوظيف، ما هي المهن التي يتم الإقبال عليها، ما هي المجالات التي ستوظف الأكثر. ففي هذه الدراستين خرجنا بأرقام اللي هي أنه 65% من المؤسسات تأثرت من جائحة كورونا، منهم 49% اللي حبسوا يعني التوظيفات تاعهم، قالوا باللي الأولوية تاعهم هي أنهم يشدوا الموظفين تاعهم، 14% منهم الغاو يعني لي ريكروتمون تاعهم، يعني حتى يعني ils se sont séparés de certains employés، يعني خرجوا يعني بعض الموظفين، و حوالي 30% قرروا انهم يستقروا يعني ما يوظفوا ما يحوزوا. انتم كوكاله لتشغيل سيدتي، هل يتم الاعتماد على المعطيات التي تستقى من الواقع، ام بناء على ما مستجدات سوق الشغل والعمل في مختلف دول العالم والجزائر بصفه عامه؟ يعني احنا نعتمد على مستجدات عالم الشغل. امبلواتيك هو عضو للشراكه العالميه دو نتورك اللي تضم افضل مواقع توظيف حول العالم، اللي تضم مواقع توظيف حول 132 دوله، ويعني نديروا معاهم ندوات شهريه، وين نعرفوا في كل دوله واش هي اخر ارقام التوظيف والتشغيل، واش هي يعني لي توندونس تاع التشغيل والتوظيف في هذه البلدان. يعني هاد لي توندونس ما
مالوروزمون مش مختلفين في الجزائر عن باقي الدول. نعرفوا باللي العالم كامل تقاس من هذه الجائحه، والاقتصاد العالمي ايضا تقاس من هذه الجائحه، ويعني عالم الشغل ايضا تقاس من هذه الجائحه. ويعني تطور الارقام هنا في الجزائر يواكب تطور الارقام في الدول الاخرى. دونك عندنا لي ميم توندونس. يعني شباب الجزائر اليوم يقصد هذه المواقع، مواقع التوظيف، من اجل ان يلتحق بمهنه المستقبليه بسوق الشغل. نعم. فالشاب الجزائري او الباحث عن العمل يجب عليه ان يلجا الى عده طرق باش يصيب خدمه. يعني كاين فيها مواقع التوظيف مثل امبلواتيك، كاين فيها وكاله التوظيف الوطنيه، يقدر يعني يتجه مباشرة عند المؤسسات ولا في مواقع المؤسسات. يعني باحث عمل باش يكون جدي وباش يوجد وظيفة في أقرب وقت، وظيفة توالم مع الدراسات اللي يعملهم، لازم يعتمد على عدة وسائل وعدة طرق باش يتحصل على هذا العمل. وحنا يعني كموقع توظيف نحاولوا أنه نرافقوا هذا باحث العمل منذ اختيار الوظيفة اللي يحب يعملها، حتى كتابة السيرة الذاتية، حتى كيفية يعني الترشح، حتى كيفية الاستعداد لمقابلات العمل، وأيضا كيفية التعامل مع عالم الشغل فيما بعد. كيف ترافقون هؤلاء الشباب؟ يعني الشباب يجيوا يتجهوا لعندنا سواء المقر تاعنا أو عبر الانترنت، يعني يراسلونا، نرافقهم أيضا في الميدان، يعني نروحوا نعملوا ندوات مباشرة في الجامعات، في مراكز التكوين. مثلا أيضا في جائحة كورونا عملنا أزيد من 60 ندوة أونلاين ويبينار اللي كانت مع شراكة مدراء موارد بشرية لعدة مؤسسات، وذلك لمرافقة هؤلاء باحثين عن العمل، سواء في تكوينهم على المهنة اللي راهم فيها أو أيضا تكوينهم الذاتي، يعني تكوين كفاءات الذاتية وتطوير الكفاءات الذاتية وأيضا تطوير مسارهم المهني. وأيضا نرافقهم عن طريق إقامة يعني دي سكون أبل دي فوار دو لومبلوا، معارض توظيف. يعني منذ 2019 ما عملناش على جال جائحة كوفيد 19 اكزاكتومون، ويعني عملنا معرض عمل أونلاين في 2020. كل مواقع التوظيف وفي العالم لجأت إلى تقنية التواصل عن بعد وتقنية المحاضرات عن بعد من أجل أن تستقطب هؤلاء الشباب أو الباحثين عن عمل. أنتم كوكالة للتشغيل سيدتي، هناك من يسأل ما هو السر في قوة هذه المواقع التي تختص في التوظيف؟ هل التركيز على عنصر الشباب، أم البحث عن الوظائف المناسبة، أم هناك من يقول أنه في الكثير من المواقع تدعي أنها تحصل على أو تقتحم هذا العالم، عالم الشغل، ولكن الشباب لا يجدون ظلتهم فيها؟ يعني كاين حاجة لازم نعرفوها، يعني لازم نعرفوا شنو هو موقع توظيف. موقع توظيف على غرار الموقع تاعنا أمبلواتيك هو عبارة همزة وصل ما بين الباحث عن العمل والمؤسسة التي توظف عن طريق عروض العمل التي تبث في الموقع. فالباحث عن العمل يترشح مباشرة لهذا عروض العمل، والسيرة الذاتية نتاعو توصل مباشرة عند المؤسسة. فموقع التوظيف لا يتدخل في سيرورة التوظيف تاع المؤسسة. يعني احنا نقيم فقط العلاقة ما بين هذين العنصرين، وذلك إمكان الباحث العمل باش يبعث السيرة الذاتية تاعو مباشرة للمكلف بالتوظيف للمؤسسة، وباش نضمنوا أيضا للمؤسسة أنها تصيب أشخاص ليتوالموا مع الوظيفة اللي راهي تحوس عليها. فهذه أول نقطة. ثاني نقطة لازم نعرفوا أيضا واقع سوق العمل. نقدر نعطي لك بعض الأرقام اللي نتحصلوا عليها في موقع أمبلواتيك، ويعني هي كيفاش يقولوا تعكس واقع التوظيف في الجزائر وأيضا في العالم. يعني كنبتوا
فرصة عمل واحدة عندنا ما بين، فالشركة تتحصل على ما بين 250 حتى 300 سيرة ذاتية لي ان سول بوست، يعني لي وظيفة واحدة. والعام اللي فات تم بث 20700 عرض عمل على emploitique.com، وتحصلنا على 2,800,000 ترشح. يعني شوف الكمية الكبيرة تاع طلب العمل مقارنة بعرض العمل. أنتم في هذه المرحلة سيدتي، هل يتم بتنقيح السير الذاتية والتعامل معها وفق الأولوية، أم أنتم فقط توصلون هذه السير الذاتية إلى المؤسسة؟ لا، يعني السير الذاتية توصل أوتوماتيكيا يعني للمؤسسة. حنايا كمساعدين يعني باش نصيبوا للباحثين عن العمل، باحثين عن العمل وأيضا للمؤسسات، طورنا تطبيق اللي اسمه تالنتيو، وهذا التطبيق يقوم بترتيب السير الذاتية حسب موافقتها لشروط المؤسسة. يعني السيرة الذاتية اللي تكون تتوافق الأكثر رايحة تترتب مع الأوائل، وقد ما ينقصوا الكفاءات المطلوبة من عند المؤسسة قد ما السيرة الذاتية تترتب مع المراتب الأخيرة. دونك هذا واش عملنا. وأيضا على السيرة الذاتية نحاولوا أن نرافقوا المترشحين حول كيفية الكتابة الصحيحة للسيرة الذاتية، وكيفية يعني لا ميز ان افون تاع الكفاءات تاع الشباب هذوما باش يستقطبوا المؤسسة. واش لازم نعرفوا تان أنه المؤسسة كي تلحقها سيرة ذاتية، يعني قلت لك يلحقوها ما بين 250 و 300 وتحوس على عدة وظائف أيضا. فلو ريكروتور يعني المؤسسة تشوف حسب الأولوية، وكي تشوف السيرة الذاتية عندها 6 ثواني باش تصيب الكفاءات اللي تحوس عليها في هذه السيره. لماذا 6 ثواني بالضبط؟ 6 ثواني هذه هي تسمى كما نقولوا حنايا بالروميه البالاي لو سي في، يشوفوه نظره اوليه. لو كان ما يلقاوش الكفاءات في نظرك استاذ 6 ثواني كافيه حتى يعني يتم لو كانت تكون مكتوبه سيره ذاتيه مليح، ويكونوا يعني مدينا الاولويه للكفاءات اللي مطلوبه من عند المؤسسه، يقدر هذا المترشح يعني يتسجل ويكون لو سي في تاعو يكون سيليكسيوني. دونك كامل هذه في الكيفيه تاع الكتابه تاع السيره الذاتيه هذه اولا. ثانيا كاين خطا اللي يوقع فيه المترشحين انهم يخدموا سيره ذاتيه واحده ويبعثوها لجميع المؤسسات، يعني ما يعملوش يعني ضبط للسيره الذاتيه. بالك عندهم كفاءات اللي تتوالم مع واش يتحوس المؤسسه وهما ما كتبوهمش في السيره الذاتيه تاعهم. يعني انا واش ننصح هاد الشباب انهم يقراوا مليح نص الوظيفه هذيك، ويشوفوا حاجه اللي راهي خاصتهم في السيره الذاتيه تاعهم، يعني باش يستقطبوا هذيك المؤسسه وباش يكثروا الفرص تاعهم باش تتصل بهم هذيك المؤسسه. نسبه من هم الفئه العمريه او الاشخاص الذين يقبلون اليكم من اجل الحصول على هذه الخبره وعلى هذه التجارب في ميدان الشغل، خريجي الجامعات ام شباب ام احنا؟ يعني يتوجهوا لنا جميع فئات، يعني جميع فئات وجميع يعني لي نيفو دو بوست، يعني من المتخرج الجديد او ايضا الاشخاص اللي مازالهم يدرسوا ويبداو قبل ما يتخرجوا انهم يحوسوا على وظيفه، وايضا حتى لي سينيور، حتى اللي عندهم رتبه مدير او مدير عام. يعني كاين اللي يلجؤوا لنا باش يحوسوا وظيفه افضل، باش يطوروا المسار المهني تاعهم. كاين اللي يكونوا مثلا في يعني في رتبه موظف يحوسوا يكونوا في مهنه اطار باغ اكزومبل. دونك ما لازم منهم يعني نصائح باش يقدروا يطوروا المهنه تاعهم. كاين كفاءات لازم يخدموا عليها في نفسهم، كاين كفاءات تقنيه ايضا لازم يطوروها باش يوصلوا لهذه الرتبه. ما هي الاليات التي تعتمدون عليها في وكالتكم من اجل ان يتم يعني مساعده مثل من يقصدون هذه الخدمات؟ احنا كما قلت لك يتوجهوا لعندنا ديريكتومون، دونك عندنا خبراء اللي يستقبلوا هاد الاشخاص
الاشخاص ويوجهوهم، يعني سو كا بار كا، كل واحد واش لازم يبدل في السيره الذاتيه تاعو، كل واحد واش لازم يدير كاضافات او كتغييرات في هذا المسار وفي السيره الذاتيه تاعو عفوا. ودونك نرافقوهم يعني او كا بار كا، كاين اللي نرافقوهم ديريكتومون وكاين اللي نرافقوهم اون ليني، دونك كل واحد على حساب. كاين اشخاص اللي ما يقدروش يجيو لعندنا مباشره، كاين اللي في ولايات اخرى من الجزائر، دونك نرافقوهم عن بعد. وايضا كما قلت لك نديروا معارض للعمل، نروحوا نتوجهوا مباشره للمؤسسات، وايضا نديروا ايام مفتوحه في المؤسسه تاعنا وين نجيبوا اشخاص اللي يحبوا يتعلموا، ونديروا ندوات طول يعني طول يومين او ثلاثه ايام باش نكونوا هاد الاشخاص، يعني من بدايه كتابه السيره الذاتيه حتى كيفيه التعامل مع المؤسسه ومع الزملاء في المؤسسه، يعني نمدوا لهم ايضا حتى نصائح في كيما نقولوا سكون ابل انتيليجونس ايموسيونيل، دونك الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، وكيفيه ايضا التعامل داخل المؤسسه، وذلك باش يكون يعني انسجام ما بين هذا الشخص والمؤسسة والأشخاص اللي يعمل معاهم. شكرا جزيلا لك سيدة المحترمة ياسمين حاج أحمد، مسؤولة الإعلام بوكالة التشغيل أمبلواتيك، على مشاركتك معنا في هذا العدد من هذا الصباح. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. مشاهدينا الكرام، إلى غرفة الأخبار وموجز التاسعة.